السلام عليكم. تنشكر جريدة أخبار الفجر على المواكبة ديالها القضية المعروفة بقضية سيدي سليمان اللي كان ضحية ديالها هو العم ديالي اللي كيبلغ من العمر 62 سنة. فكما كتعرفوا أنه تعرض للضرب يوم 20 أكتوبر بمدينة سيدي سليمان، ومن طرف حسب يعني ما جانا المشابه فيهم كاين واحد اللي تيتاجر في الذهب، وكاين واحد في إدارة السجون، وكاين ضابط شرطة على حسب يعني التصريحات اللي عطاونا الشرطة. من بعد 10 أيام توفى نتيجة الإيموراجي في الرأس، نتيجة ديال الضربة اللي كان تعرض لها نهار 20، دونك نهار 1 شهر 11 تمت الوفاة ديالو بمدينة الناظور، يعني في المنزل ديال الأسرة ديالو. حنايا كنشكروا جزيل الشكر المديرية العامة للأمن الوطني اللي دخلت على الخط، وكنشكروا الشرطة ديال مدينة القنيطرة اللي هما اللي دخلوا في هذا الملف هذا ولباوا النداء اللي درناه من خلال المنابر الإعلامية. وحنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي أنه غادي ياخذ لنا حقنا، وغادي إن شاء الله ياخذوا المجرمين أشد العقوبات. فحنايا تايقين يعني الثقة الكاملة في القضاء المغربي. هذا الشيء اللي كاين، وحنا اليوم في جلسه ديال اللي غادي تكون جلسه ديال التحقيق، حنا امام محكمه استئناف بمدينه القنيطره. وشكرا، وكنتمنوا ان الشارع المغربي يوقف معنا في هذه القضيه ويبان الحق، حيت بصح هذا الشيء بزاف، وهذا الشيء ديال القتيله ولا بزاف، وحنا دوله الحق والقانون. خساره، خلينا الاسره، خلينا مشتن، تنطلب جلاله الملك والاسره وقف معهم قطر، وقف معنا. انا ما نتلاس على حق راجلي، انا تنطلب حق راجلي يبان ليا. انا جيت نطلب من الاداره حق راجلي يبان ليا. انا راجلي من الله يرحمه قال لي البوليس اللي دار بني، انا تعرف بيهم